أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هنالك مثل قديم يقول: اشتري الأفضل لأنه أرخص. لكن كيف الأفضل أرخص ونحن نعرف أن الأشياء الجيدة أغلى من غيرها؟ لكن إذا كان المرء يشتري دائما ما هو رخيص، فمعنى هذا أنه يحتاج إلى أن يكرر الشراء. الرخيص يتلف بسرعة ولا يدوم كثيرا، والأشياء الرخيصة التي هي قابلة للكسر تتكسر بسرعة. السيارة الرخيصة تعطب بسرعة. أي جهاز من الأجهزة الرخيصة عادة عمرها أقل، فأنت كذا مرة تشتري هذا الجهاز إذن تبذل مبلغ أكثر لشيء أرخص، بينما لو بذلت مبلغا للأغلى يطلع عليك بالنتيجة أرخص. فالذي يدفع الثمن الأكثر للبضاعة الجيدة فهو في الحقيقة يوفر على نفسه، ومن ثم يشتري أرخص. هذه القاعدة التي يؤكد عليها البعض ربما لا تكون متوفرة دائما لكل الناس، وإن كان الذين يقولون اشتري الأجود يضيفون أن هذا لا يعني أن تثقل كاهلك بالديون لكي تشتري الأفضل، لا، بمقدار ما عندك. فإذا لم يكن عندك المال الكافي لا تشتري أصلا، لا تشتري إذا هذه محاجة أساسية. لكن أو اشتري الرخيص ما دام ما عندك، ما تشتري الأغلى. بس غالبا الناس يدورون على الرخيص في كل شيء مع أنهم عندهم ثمن أن يشتروا الغالي. يعني إذا ما اشتروا رخيص ما يشترون الغالي، دائما يدور على الأرخص، بمعنى أنه مهما انتظروا فلن يحصلوا على الثمن اللازم لشراء أفضل الأشياء دائما، وما يشترون، يعني دور دائما أرخص. هذا مو صحيح. ومن هنا فإن هذه القاعدة قد لا تكون ممكنة التطبيق دائما فيما يرتبط بشراء الأشياء، أما فيما يرتبط بالإنتاج فإنها ممكنة التطبيق دائما. هذا المبدأ يتلخص في الأمر التالي: حاول أن تحرز المقام الأول في كل شيء، حاول أن تنتصر، فالثمن الذي تعطيه للانتصار أرخص من الثمن الذي تدفعه للهزيمة. الثمن الذي تدفعه لإحراز المقام الأول أرخص من الثمن الذي تدفعه لإحراز المقامات التالية، مقام الثاني ثالث. فإذا كنت تريد أن تكتب كتابا فحاول أن يكون كتابك أفضل ما كتب في ذلك الموضوع. هذا يحتاج تتعب، صحيح. هذا يحتاج تسهر، هذا صحيح. هذا يحتاج أنه تصرف وقت إضافي، صحيح، بس يسوء. إذا كان عليك أن تلقي محاضرة فحاول أن تكون أفضل محاضرة. قد تقول هنا: إنني لا أملك الوقت الكافي، أو لم أتعلم شراء الأفضل، أو لا أملك الكفاءة اللازمة لكي أنتج أفضل ما يمكن. أقول: حاول أن تتعلم ما يجب عليك تعلمه، حاول. ما تعرف هو يعرف، هذا مو عذر أنه أنت جاهل، لأن في عندك عين، أذن، وقت، عمر، تقدر تتعلم. إن الإصرار على جودة العمل هو الذي يؤدي إلى أن تنتج أفضل ما يمكنك إنتاجه، والأمر ليس بالسهولة التي تتوقعها كما قلت، لأن ذلك يتطلب تدريب، تعلم، صرف الجهد. لكن أقول لك بصراحة،
كل التعب الذي تتحمله في هذا المجال ينفعك كثيرا. فالثمن الذي تعطيه من نفسك وجهدك وفكرك لإنتاج الأفضل لن يذهب هباء. يقول الإمام علي سلام الله عليه: اعمل ما شئت فإنك ملاقيه. شوف هذا العمل اللي تنتجه راح تشوفه، فإذا كان جيد تحصل الجيد، إذا ما كان جيد ما تحصل الجيد، بتحصل جيد. مثلا بعضهم يريد أن يصبح موظفا، أمام عدة مراتب من الوظيفة: مرتبة رئيس الوزراء، مرتبة الوزير، مرتبة مدير عام، وهكذا. فإذا تعب على نفسه، درس، خلص الجامعة، طالع، صار خبير في الموضوع الذي يريد، ربما يصير رئيس الوزراء. ما دام المجال أمامك مفتوح حتى تصبح رئيس الوزراء، لماذا تقبل بأن تكون وزيرا؟ طبعا أنا مو مهم عندي هالمقامات، هذه مجرد مثال، مجرد مثال أضربه، لأن أغلب الناس يفتشون عن الوظائف في الدولة هنا وهناك مع الأسف الشديد، ولذلك أضرب هذا المثال. باستطاعتك أن تكون رئيس الدولة، لماذا تقبل أن تكون أقل من ذلك؟ نعم، لكي تصبح رئيس الدولة بحاجة إلى كفاءات ومهارات ومطالعات وسهرات وتعب وبذل جهد، نعم، بس بالنتيجة يطلع أرخص عليك. ليش؟ الوزير إيش قد يتعب؟ والحمال إيش قد يتعب؟ الوزير في البدايات تعب فارتاح فيما بعد، الحمال في البداية لا درس لا عمل. مع احترامي للحمال، هو كبشر كعبد لله له مقامه، لكن كوظيفة هو يتمنى أن يكون أرفع من هذا، وكان باستطاعته ولا زال باستطاعته. حاول أن تحصل على الأفضل، مهما كان ذلك يتطلب منك بذل الجهد والمال والتعب. والسلام عليكم ورحمة الله.